الشيء الثاني هو الخلاف على قرار المحكمة الاتحادية، بدليل حكومة إقليم كردستان رفضت قرار المحكمة الاتحادية، وهذا أمر غير دستوري لأنه هي ملزم بالتطبيق حتى إذا لم تقتنع به. الوفد الذي وصل الآن يبدو أنه يحاول إيجاد تسوية ما مع الحكومة الاتحادية لا تحل أصل الخلاف، لأن أصل الخلاف كما قلت يتعلق بالقانون غير المشرع، وأيضا لا يمكنها أن هذه النقطة أريد أن أسألك عنها سيد حمزة. تحصل اتفاقات، تقول تحصل اتفاقات، نعم. دائما ما تحصل اتفاقات وسرعان ما تنهار، ما يعني أن هذه الاتفاقات غير مبنية على أساس صحيح ولا تعبر عن حلول جذرية للأزمة. الحل الجذري هو بإقرار قانون اتحادي للنفط والغاز، 17 سنة صار لنا ننتظر هذا القانون، حتى التراب أكله وأكل أبوه همينه. وبالتالي أسألك، يعني أنت كمواطن عراقي تقتنع أنه سيقر قانون للنفط والغاز؟ 17 سنة صار لنا ننتظره. لا، في ضوء اي من 2007 من 2007 ايه ايه وعندك الحساب يعني 13 سنة ايه. لا انا ايه حسبتها من 2005 اقرار ايه الدستور، من اقرار الدستور 2005 وما التفاصيل الاخرى المرتبطه بالدستور، وايضا موضوع يشكل بقانون، يعني انا من 2005 الدستور العراقي. نعم، هو من الناحيه العمليه من 2005 باعتبار الدستور تم التصويت عليه 2005، وبما أنه الجميع يتفق أن الدستور فيه ألغام حتى آخر مقال كتبه أو تصريحات أعلنها رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما قال أن الدستور ملغم، وهذه حقيقة طبعا، وبالتالي عندما يكون الدستور ملغم وفيه المزيد من المشاكل لا يتوقع أن تقر قوانين أساسية، يعني قوانين مفصلية في الحياة العراقية منها قانون النفط والغاز. وبالتالي هذا ولأنه الدستور أيضا غير قابل للتعديل باعتباره من الدساتير الجامدة، فمن الصعب التفاهم على حل وسط بشأن قانون النفط والغاز. وعلى هذا الأساس سوف تبقى المشاكل بين بغداد وأربيل، وهذه المشاكل يعني تتبع عادة الجو السياسي. إذا كان الجو السياسي بين بغداد وأربيل جيد، يعني الجميع تقريبا يتغاضى بشكل أو بآخر عن ممارسات قد تكون مخالفة للدستور، ولكن عندما يكون الجو مشحون تبدأ كل طرف عاد يبدأ البحث عن ثغرات يحاول من خلالها أن يلقي المسؤولية على الطرف الآخر، وهكذا راح نستمر على هذه الوتيرة إلى أمد غير ممكن.